تعود المواجهات مجددا في محافظة الجوف، حيث تشهد المنطقة اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا في أكثر من جبهة. ففي المتون الواقعة غرب المحافظة شن الجيش الوطني عملية عسكرية تستهدف تحرير المديرية بالكامل. تكتسب المتون أهميتها من كونها تحوي سلسلة جبال حام التي يعد السيطرة عليها مكسبا للمرور إلى مديرية الزاهر، إحدى أهم معاقل الميليشيا في المحافظة. المتحدث باسم المقاومة الشعبية عبد الله الأشرف أكد سيطرة قوات الجيش المسنود بالمقاومة على سوق الاثنين بالمديرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وأسر عدد منهم. الاشتباكات امتدت لتشمل قرى آل منيف وآل حميدان وآل عبدان وآل ضوير وآل بخيتة، حيث تمكن الجيش من إتمام السيطرة عليها وطرد الميليشيا من مواقعها هناك بدعم من طائرات التحالف العربي. وفي المصروب شن الجيش والمقاومة هجوما بالأسلحة الثقيلة على مواقع الميليشيا في المديرية مستهدفين تجمعاتهم هناك. ويعد السباق في هذه المحافظة مكسبا عسكريا له تبعات على جبهات القتال كافة، الأمر الذي قد يسهم في تسارع المعركة لطرق أبواب عمران والعاصمة صنعاء.